السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هلخص لكم النيرفس سيستم، الجهاز العصبي. طبعا الجزء ده كبير ومهم جدا، فأنا فضلت إن أنا أقدم لكم ملخص خفيف وبسيط فيه كل النقاط المهمة اللي هي بتكون محل أسئلة الامتحان النظري والشفوي. ونبدأ بالكلاسيفيكيشن اوف نيرفس سيستم، تصنيف او تقسيم الجهاز العصبي. الجهاز العصبي بيقسم لجزئين: سنترال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي المركزي وبنرمز له ب CNS، والجزء الثاني وهو البريفيرال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الطرفي. ونبدأ بالجهاز العصبي الطرفي البريفيرال نيرفس سيستم، وده بيقسم لجزئين أساسيين وهما النيرفس الأعصاب والجانجليا العقد العصبية. بيرجع يقسم لنا الأعصاب تاني إلى كرانيال نيرفس الأعصاب الدماغية أو الأعصاب القحفية، ودول عبارة عن 12 زوج من الأعصاب 12 بيرز، والسباينال نيرفس الأعصاب الشوكية، ودول عبارة عن 42 زوج من الأعصاب 42 بيرز. نرجع تاني للعقد العصبية الجانجليا، ودي بتقسم إلى أوتونوميك جانجليا العقد الذاتية، والسيريبروسباينال جانجليا العقد المخية الشوكية، ودي هتنقسم إلى سيريبرال جانجليا عقد مخية. وهتفهموا دلوقتي إيه دلالة الخامس والسابع والتاسع والعاشر. والسباينال جانجليا العقد الشوكية قد تسمى الدورسال سنسوري جانجليا العقد الحسية الزهرية. ونرجع للأوتونوميك جانجليا العقد الذاتية، ودي بتنقسم إلى سمباثيك جانجليا عقد سمبساوية أو عقد ودية، وعقد باراسمبساوية أو عقد لا ودية باراسمبساتيك جانجليا، وبتسمى تيرمينال جانجليا العقد الطرفية. والعقد السمبساوية أو العقد الودية السمبساتيك جانجليا بتنقسم إلى البارافيرتبرال جانجليا العقد المجاورة للفقرات، وبتسمى الكولاترال جانجليا العقد الجانبية، ومثال لها السمبساتيك جانجليا العقد الودية أو العقد السمبساوية الموجودة في الجذع السمبساوي العصبي سمبساتيك جانجليا on sympathetic nerve chain. تاني قسم من أقسام العقد السمبساوية وهو البريفيرتبرال جانجليا عقد أمام الفقرة، ومثال لها الكولياك ميزنتريك جانجليا العقد الهضمية المساريقية. طبعا التقسيمة دي مهمة ومحط أسئلة، وخصوصا أما بيجي الامتحان MCQ أو كومبليت. ودلوقتي يلا نبدأ ونشوف ايه هو النيورون. ده الوحدة التركيبية والوظيفية، ويسمى بالخلية العصبية اللي بيكون لنا الجهاز العصبي. The nervous system consists of nerve cells or neurons which are the structural and functional units of the system. الجهاز العصبي أيضا بيتكون من أنسجة داعمة بتسمى نيروغليا الضبق العصبي. وهيبدأ يمسك لنا الوحدة الوظيفية والتركيبية للجهاز العصبي اللي قلنا بنسميها النيرف سيل، الخلية العصبية أو النيورون. والنيورون بيتكون من سيل بادي، جسم للخلية، وبعض النتوءات سيرتن بروسيسز. وجسم الخلية السيل بادي بياخد أشكال كتير وأحجام مختلفة تاكس ديفرنت فورمز اند سايز، وبيحتوي على نواة كبيرة لارج نيوكلاس داخل السيتوبلازم. والسيتوبلازم داخل الخلية العصبية بيحتوي على ألياف عصبية نيوروفايبرلز وجرانيولز حبيبات. وبالنسبة للنتوءات اللي بتتصل بجسم الخلية بتكون نوعين: the processes which are connected with the cell body are two types: the dendrites تفرعات شبه شجيرية وبتسمى التغصنات، والأكسون المحور العصبي. اللي عاوز نكمل يعمل لايك ويكتب لي كومنت عشان احس ان في تفاعل معايا على الفيديو. ونشوف الكلاسيفيكيشن اوف ذا نيورونز، تقسيم النيورونز. اول جزء وهو الريسبتورز المستقبلات، ودي قد تكون باي بولر ثنائيه القطب او خلايا عصبيه احاديه القطب وكاذبه سيدو يوني بولر نيرف سيلز،
وامثله للبايبولر ثنائيه القطب هي الخلايا العصبيه الموجوده في الريتنا شبكيه العين، والاولفاكتوري ميكوزا الغشاء المخاطي الشمي، والفيستيبولار كوكليار نيرف جانجليا العقد العصبيه السمعيه. وكل مستقبلات الخلايا العصبية الأخرى بتكون من نوع سيدو يونيبولار سيلز الخلايا وحيدة القطب الكاذبة. تاني نوع من أنواع الخلايا العصبية وهي الإفكتورز المؤثرات، وبتسمى الموتور مالتيبولار متعددة الأقطاب، والإنتركاليتد نيورونز خلايا عصبية متوسطة وبتسمى الكونيكتورز الموصلات، والسينابس التشابك العصبي وده عبارة عن نقطة التقاء طرف المحور العصبي the point of contact of the terminal of axon مع التغصن العصبي أو التفرعات الشجيرية with the dendrites أو مع أجسام الخلايا الخاصة بالخلايا العصبية الأخرى with the cell body of other neurons Parts of nervous system أجزاء الجهاز العصبي. تشريحيا الجهاز العصبي بيقسم إلى جزء مركزي وجزء طرفي. The nervous system is divided anatomically into a central and peripheral division. الجهاز العصبي المركزي a central nervous system يتكون من المخ consists of the brain أو بيسمى الانسفالون والسباينال كورد الحبل الشوكي، وبيسمى أيضا الميدلا سباينالز الحبل الشوكي، والاثنين بيقعوا في المحور المركزي من الجسم. Both are situated in the central axis of the body. المخ بيعتبر الجزء الأكبر من الجهاز العصبي المركزي. The brain constitutes the enlarged part of central nervous system. لكن الحبل الشوكي بيشغل قناة العمود الفقري occupying the vertebral canal وبيمتد من القرب من الفوريمن ماجنم الثقب الكبير وحتى منتصف القناة العجزية to the middle of sacral canal. الجهاز العصبي الطرفي the peripheral nervous system وده بيشمل كل التراكيب العصبية خارج المخ والحبل الشوكي comprises all elements situated outside the brain and spinal cord مثل العقد العصبية جانجليا والألياف العصبية nerve fibers. واتكلمنا عن تقسيمة peripheral nervous system الجهاز العصبي الطرفي. ولو أخذنا قطاع عرضي في المخ أو الحبل الشوكي if we take a cross section in the brain or spinal cord هنلاقي أنه بيتكون من جزئين مختلفين في اللون والتركيب formed of two different substances in color and constitution مادة بنية رمادية بتسمى المادة الرمادية the grayish brown substance is called the gray matter ودي بتتكون من خلايا عصبية فقط it is formed only of nerve cells ومادة أخرى بيضاء بتسمى المادة البيضاء white substance is called white matter ودي بتتكون من ألياف عصبية نخاعية it formed of myelinated nerve fibers مدعومة بخلايا دبقية عصبية supported by neuroglia cells ونشوف الـ classification of nerves تقسيم أو تصنيف الأعصاب واحد sensory or afferent nerve عصب حسي أو عصب وارد اثنين motor or efferent nerve عصب حركي أو صادر ثلاثة nucleus of origin منشأه من النواة أربعة terminal nucleus طرفي النواة خمسة anastomotic branches أفرع متشابكة ستة ramus communicans فرع موصل سبعة nerve plexus الضفيرة العصبية ونشوف المينينجيس الأغشية السحائية ونشوف السيريبرال مينينجيس الأغشية السحائية الدماغية وأول غشاء هو الديورا ماتر الأم الجافية وده غشاء سميك وصلب وغير مرن سيك تاف اند انيلاستيك ميمبرين وبيتكون من طبقتين طبقة خارجية external layer وطبقة داخلية internal layer وفيه ثلاث حواجز بالأم الجافية the inward septa of the dura mater أول حاجز وهو phalanx cerebri منجل الدماغ تاني حاجز وهو tentorium cerebelli خيمة المخيخ ثم diaphragma cilii الحجاب السرجي
تاني غشاء من الأغشية السحائية وهو الأراكينويد مطر الأم العنكبوتية، وده غشاء شفاف رقيق بيقع بين الأم الجافية والأم الحنون. It is thin transparent membrane lies between the dura mater and bia mater. وفي حاجة اسمها السباراكينويد سيسترني السهاريج التحت عنكبوتية، ودي مناطق فاصلة بين الأم العنكبوتية والأم الحنون. In certain places the arachnoid separated widely from bia mater. ودول عبارة عن أربع سيسترن، أربع سهاريج، واحد سيسترن ماجنا السهريج الكبير، اثنين سيسترن بونتس السهريج الجسري، ثلاثة سيسترن بيزاليس السهريج القاعدي، أربعة سيسترن فوسا لاتراليس سهريج الحفرة الجانبية. طب ايه هي الاراكينويد جرانيوليشن؟ التحبب العنكبوتي. ده عبارة عن استطالة لحمية في الليشي برولونجيشن على السطح الظهري لمنجل الدماغ. Present along the dorsal border of phalanx cerebri. طب ايه هو السيريبروسباينال فلويد or CSF؟ وخدوا بالكم يا جماعة ده مهم دايما بتسألوا فيه. السائل الدماغي الشوكي او بيسمى السائل الدماغي النخاعي. It is a fluid like blood plasma. سائل مثل بلازما الدم، وده وظيفته انه بيحافظ وبيدعم المخ والحبل الشوكي. It protects and supports the brain and spinal cord. تاني وظيفة للcerebrospinal fluid انه بيوحد الضغط داخل المخ والنخاع الشوكي. Maintains a uniform pressure upon them. تالت غشاء من الأغشية السحائية وهو البايا مطر الأم الحنون، وده عبارة عن غشاء رقيق جدا من النسيج الضام ملاصق للمخ مباشرة. It is very thin connective tissue membrane closely adhered to the brain. وفي طيتين أو ثنيتين موجودين في الأم الحنون وهما تيلا كرودي of the third ventricle النسيجة المشيمية للبطين الثالث، وتيلا كرودي of the fourth ventricle النسيجة المشيمية للبطين الرابع. ونشوف الـ general features of the ventral aspect of brain. السمات العامة للجانب البطني للمخ. من الخلف posterior جذع الدماغ أو المخ بيتكون من ثلاث أجزاء. The brain stem consists of three parts. المدلة أوبلينجاتا النخاع المستطيل، والبونز الجسر، والسيريبرال بيدانكلز السويكة الدماغية. نشوف البرين فنتريكلز بطينات الدماغ، وده منشأها من الحياة الجنينية من النيورال تيوب الأنبوبة العصبية. بتكون مسافات بتسمى بطينات سبيسز كولد فنتريكلز، وفي الحالة الفريش البطينات دي بتكون مليئة بالسائل الدماغي الشوكي. Filled in the fresh state by cerebrospinal fluid CSF. وده وضحناه. ترتيب البطينات بيكون كالتالي: two lateral ventricles بطينين جانبيين or the first and the second البطين الأول والثاني، ثم البطين الثالث the third ventricle، ثم fourth ventricle، وبينتهوا بالventricular terminalis البطين الطرفي. والبطينين الجانبيين بيرتبطوا مع بعض عن طريق ثقب بيسمى الثقب البين بطيني. Both lateral ventricles are connected to each other by the interventricular foramen أو بيسمى ثقب مونرو foramen of مونرو. ونشوف superficial origin of all the cranial nerves المنشأ السطحي لجميع الأعصاب القحفية أو بتسمى أعصاب الدماغ، ودول مهمين جدا. 12 زوج من الأعصاب القحفية أو الدماغية كلهم بيعتبروا منشأهم من الجهة البطنية للمخ ما عدا العصب الرابع. Except the force can be defined on the ventral aspect of the brain. العصب القحفي أو الدماغي الأول وهو الأولفاكتوري نيرف عصب الشم، اثنين أوبتيك نيرف العصب البصري، ثلاثة الأوكلوموتور نيرف العصب المحرك للعين، العصب الرابع وهو التروكليار نيرف العصب البكري، ومعروف بالعصب القحفي الرابع، وقلنا ده اللي بيظهر على الجهة الظهرية للمخ. أبير on the dorsal aspect. العصب الخامس وهو الترايجيمينال نيرف العصب الثلاثي التوأم، العصب السادس وهو الأبديوسنت نيرف العصب المبعد، والعصب السابع وهو الفاشيال نيرف العصب الوجهي.
أكيد سمعت في يوم حد بيقولك فلان عنده التهاب في العصب السابع، بيكون بيعاني من شلل في عضلات الوجه، بيبقى عنده صعوبة في التحكم في تعابير وشه. ده بيكون بسبب التهاب العصب السابع. العصب السابع ده مهم جدا، ما ينفعش تغلط فيه في الامتحان، ومحط أسئلة كتير جدا. العصب السابع خد بالك، الفاشيال نيرف، ما تعدهوش بسهولة، وهنشرح كل حاجة بالتفصيل دلوقتي. العصب الثامن وهو الفيستيبيولو كوكليار نيرف، العصب الدهليزي القوقعي، وبيسمى الأكواستيك نيرف، العصب السمعي. العصب التاسع وهو جلوسو فارينجيال نيرف، العصب اللساني البلعومي. العصب العاشر وهو الفيجاس نيرف، العصب الحائر، وده برضو من الأعصاب المهمة جدا جدا. احفظ، العصب العاشر هو الفيجاس نيرف، العصب الحائر. العصب العاشر وهو الفيجاس نيرف، العصب الحائر. العصب الحادي عشر وهو السباينال اكسسوري نيرف، العصب الشوكي الثانوي. العصب الثاني عشر وهو الهايبوجلوسال نيرف، العصب اللساني. 12 عصب قحفيين او دماغيين، تحفظهم زي اسمك، لو ما تسألتش فيهم في النظري هتتسأل فيهم في الشفوي، وكده كده هتتسأل فيهم في الحالتين، نظري وشفوي، وكمان هيتكرروا كل سنة، هتلاقيهم قدامك في بقى أناتومي، في هيستولوجي، في فيسيولوجي، هتلاقيهم. طبعا زي ما قلت لك، اللايك يا جماعة ما بيطلبش، يعني زي الاهتمام كده، اللايك زي الاهتمام، ما بيطلبوش هما الاتنين، فياريت اللي ما عملش لايك يعمل لايك. Feature on the dorsal aspect of the brain، سمات أو صفات الجانب الظهري للمخ. هنلاقي سيريبرال هيمسفير، نصف الكرة المخية وجزء من الفص الشمي، part of the olfactory loops، والسيريبيلم المخيخ وجزء من النخاع المستطيل، part of medulla oblongata، وبيقسم لنا ال 12 عصب القحفي او الدماغي لثلاث انواع، اعصاب حسية sensory nerves، ودي العصب الاول والثاني والثامن، وعرفنا اسم كل واحد فيهم، وميكسد نيرفس اعصاب مختلطه، وهم العصب الخامس والسابع والتاسع والعاشر، وموتور نيرف اعصاب حركيه، وهم العصب الثالث والرابع والسادس، وهيبدا يوضح لنا كل عصب من ال 12 عصب القحفيين على حده. ونبدا باول عصب وهو الاولفاكتوري نيرف، عصب الشم. والمميز للعصب الشمي انه غير مغطى بطبقه الميالين، this nerve fiber are non myelinated، ما فيش نيورولمشيس، ما فيش غمد ليفي عصبي، ولكن مغطى بغطاء مشتق من سحايا المخ، but covered by a cheese derived from meninges. وهنا الألياف العصبية عبارة عن محاور الخلايا العصبية الشمية اللي بتقع في الغشاء المخاطي للمنطقة الشمية. These nerve fibers are the axon of the olfactory nerve cell which are situated in the mucous membrane of the olfactory region. وبيعرف لنا ايه هي الـ olfactory region، المنطقة الشمية. دي بتتعمل من caudal part of ethmoidal conchae، الجزء الخلفي من المحارة الغربالية، وشرحنا موضوع المحارات دوت بالتفصيل واحنا بنشرح السكال، والكودال بارت اوف دورسال نيزال كونكي، الجزء الخلفي من المحارة الأنفية الظهرية، والكودال بارت اوف فيمرونيزال أورجان، الجزء الخلفي من العضو الميكعي الأنفي، والأدجيسنت بارت اوف سيبتم نوزاي، والأجزاء المجاورة من الحاجز الأنفي. ونشوف العصب الثاني وهو الأوبتيك نيرف، العصب البصري. ده عبارة عن تجمع من محاور الخلايا العصبية العقدية لشبكات العين. It is formed by aggregation of axons of ganglionic nerve cells of the retina، وبتتجمع عشان تكون جذع عصبي. ثالث عصب وهو الاوكلوموتر نيرف، العصب المحرك للعين، وده نوعه عصب حركي، موتور نيرف، وده منشأه من الجزء الوحشي الداخلي من الساق المخي او السويقة. Origin derived from the medial part of cerebral corona or peduncles، وبينقسم لفرعين، دورسال برانش فرع ظهري، وفرع بطني فينترال برانش. العصب الرابع وهو التروكليار نيرف، العصب البكري، وده عصب حركي، موتور نيرف، والأوريجين بتاعه من ساق المخيخ، سيريبرال بيدانكلز. العصب الخامس وهو التراجيمينال نيرف، العصب ثلاثي التوأم، وده نوعه أكبر عصب قحفي مختلط.
تجي اللارجست ميكسد كرينيال نيرف، وله سنسري روت جذر حسي وترايجيمينال، وعقد ثلاثية التوأم أو سيميليونر جانجليون، عقد هلالية وموتور روت جذر حركي. والعصب الخامس ترايجيمينال نيرف بيدلنا ثلاث تفرعات، وهما الأوفسالميك نيرف عصب العين، والمجزيلاري نيرف عصب الفك العلوي، والمانديبولار نيرف عصب الفك السفلي، والأوفسالميك نيرف عصب العين. ده بيدلنا أربع تفرعات، وهما اللاكريمال نيرف العصب الدمعي، والزيجوماتيكو تيمبورال برانش فرع وجني صدغي، والفرونت نيرف عصب الجبهة، والنيزوسيلاري نيرف العصب الأنفي الهدبي. وده بينقسم لفرعين، وهما الإسمويدال نيرف العصب الغربالي، والإنفراتروكليار نيرف العصب التحت بكري، وده بيغذي الكونجكتيفا الملتحمة، واللاكريمال ساك الكيس الدمعي، واللاكريمال داكت القناة الدمعية، والسيرد آيليد الجفن الثالث. ثالث تفرع قلنا من تفرعات تراجيمينال نيرف العصب ثلاثي التوأم، وهو الماكسيلاري نيرف عصب الفك العلوي، وده بيتفرع الى زيجوماتيكو فاشيال نيرف عصب الوجه الوجني، او الزيجوماتيك نيرف العصب الوجني، والتريجو بلاطين نيرف العصب الجناحي الحنكي، وبيطلق عليه السفينو بلاطين نيرف العصب الوتدي الحنكي. وده بينقسم الى عصب انفي خلفي كودا النيزل نيرف، والجريت بلاطين نيرف عصب حنكي كبير وعصب حنكي صغير، لزر بلاطين نيرف. والكودا النيزل نيرف بيقسم الى ميديال برانش فرع انسي، ولاترال برانش فرع وحشي. ونشوف التريجو بلاطين جانجاليون اند بلكسس، العقدة الجناحية الحنكية والضفيرة، دي مكانها الجزء العمودي من عظمة الحنك والبروز الجناحي. lies on the vertical part of بلاطين بون and تريجويد بروسس. وثالث تفرع من تفرعات عصب الفك العلوي المجزيلاري نيرف هو الانفرا اوربيتال نيرف العصب التحت المحجري، وده بينقسم لثلاث تفرعات، واحد الاكسترنال نيزل نيرف العصب الانفي الخارجي، والانترنال نيزل نيرف العصب الانفي الداخلي، والماكسيلاري ليبيال نيرف او السوبيريور ليبيال نيرف العصب الشفوي الفكي العلوي. ونشوف ثالث تفرع من الترايجيمينال نيرف العصب الخامس، وهو المانديبولار نيرف عصب الفك السفلي، وده نوعه ميكسد عصب مختلط، له سنسوري روت جذر حسي وموتور روت جذر حركي. وعصب الفك السفلي بيدلنا سبع تفرعات، اول فرع وهو الماستريك نيرف العصب الماضغ، والديب تيمبرال نيرف العصب الصدغي العميق، والبكال نيرف العصب الفموي، والميديال تيريجويد نيرف العصب الجناحي الوحشي. خامس عصب وهو الأوريكولو تيمبرال نيرف العصب الأذني الصدغي، وده بيدلنا ترانزفيرس فاشيال نيرف العصب الوجهي العريض، والفنترال برانش فرع بطني. سادس عصب وهو المانديبولار الفيولار نيرف العصب السنخي الخاص بالفك السفلي. وسابع تفرع وهو اللينجوال نيرف العصب اللساني. طب ايه هو الاوتيك جانجليا، العقد الاذنيه، ودي عقده صغيره سمول جانجليا بتقع على عصب الفك السفلي سيتويتد اون ذا مانديبولار نيرف. لكن المانديبولار جانجليا عقده الفك السفلي دي عقد متعدده زيار نيومراس، ودي بتقع في منطقه مثلثه تريانجولار اريا اللي بتتكون من العضله الجناحيه الوحشيه من الخلف، فورمد باي تريجويدس ميدياليز ماسل كودالي، وقناه الفك السفلي من الجهه البطنيه مانديبولار داكت فنترالي، والغدد اللعابيه تحت الفك من الامام سابلينجوال سليفري جلاند كرينيالي. ووصلنا للعصب القحفي او الدماغ السادس وهو الابديوسنت نيرف العصب المبعد، وده نوعه موتور حركي. ونوصل للعصب السابع وهو عصب الوجه الفاشيال نيرف، وده قلنا مهم جدا ناخد بالنا كويس، ده نوعه ميكسد نيرف عصب مختلط. عصب الوجه بيحمل عقدة عصبية اسمها جينيكيوليت جانجليون العقدة الركبية. ونشوف تفرعات عصب الوجه،
branches of facial nerve عبارة عن نوعين من التفرعات وهما collateral branches تفرعات جانبية و terminal branches تفرعات طرفية. التفرعات الطرفية وهما dorsal buccal branch فرع فموي ظهري و فرع بطني ظهري ventral buccal branch. ونشوف collateral branches التفرعات الجانبية ودي نوعين 5 تفرعات داخل قناة الوجه inside the facial canal و 6 تفرعات بين الستايلوماستويد فوريمن الثقب الإبري الخشائي والرامس اوف ذا ماندبل فرع الفك السفلي. ونشوف الأول التفرعات اللي داخل قناة الوجه وهما 1 جريت بتروسال نيرف العصب الصخري الكبير وعصب التواصل كوميونيكيتنج برانش والاستبيديال نيرف العصب الركابي والكوردة تمباني برانش العصب الطبلي الحبلي والأنستموسينج برانش الفرع المتشابك. لكن بالنسبة للمجموعة الثانية اللي بتقع قلنا بين الستايلوماستويد فوريمن الثقب الإبري الخشائي والرامس اوف ماندبل فرع الفك السفلي هما الكودال أوريكولار نيرف العصب السمعي الخلفي والإنترنال أوريكولار نيرف العصب السمعي الداخلي والدايجاستريك نيرف العصب الهضمي والأوريكولوبالبيبرال نيرف عصب أذني جفني والرامس كولاي أو يسمى السيرفيكال بارت الاثنين معنى واحد يعني الفرع العنقي والباروتيد برانش الفرع النكفي. افتكر كويس ان احنا وقفنا عند الفاشيال نيرف وان شاء الله الفيديو اللي جاي اكمل، ولكن المطلوب منك دلوقتي انك تشير الفيديو على جروب الدفعة وعلى الواتس وعلى التليجرام وابعته لكل زمايلك، وان شاء الله الفيديو اللي جاي يكون على قناتنا التانية قناة يوميات محمد وامنية. اتمنى لكم كلكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.